الآن مشاهدينا الكرام سننتقل إلى ملف في غاية الأهمية، وهو ملف متعلق في المناهج، ملف قديم جديد. متذكرين حكينا مع ساعتنا بهدى العتومة، طلعتنا على تفاصيل منهاج كولينز الصف الأول والرابع علوم والرياضيات، ملاحظات عديدة كانت عليهما، تم تشكيل بناء على التفاعل اللي صار واللي كان لسعادتنا بهدى العتومة جزء ودور كبير كخبيرة تعليمية وتربوية وكنائب في البرلمان. تم تشكيل لجنتين للنظر في هذول المناهج، أصدروا قراراتهم اليوم. بدنا نعرف هذه القرارات وهذا التحليل اللي صار للمناهج خلال الأيام الماضية، هل كان مرضي غير مرضي؟ هل القرارات جيدة؟ هل أوجدت الحلول للمشكلة؟ كل هذه التفاصيل ستطلعنا عليها سعادة النائب هدى العتوم. مساء الخير سعادتك. عافية. تحياتي أم سيف، كيف الحال؟ الله يحفظك. أهلا وسهلا. طيب أنا حاب أسمع رأيك، شو رأيك باللجنتين والنتائج اللي خلصوا إليهم؟ طيب أنا كل شكر لك على متابعة هذا الموضوع الهام والخطير جدا. أنا استمعت وقرأت كما قرأ الكثيرين عن أن اللجنتين خلصتا، إلا أن هناك خللا في المناهج وأنه سيتم تغيير وتعديل وحذف بعض المواد فيها واستبدال بعض الموضوعات في هذه الكتب. وكانت هذه النتيجة العامة بالنسبة للجنتين. يعني دعني أقول أولا أن المتابعة للإخوة التربويين الذين كانوا قد اعتنوا بالمركز الوطني للمناهج بالإطار العام للمناهج وبالكتابين، استمعت أيضا أنا لحديثهم على وسائل الإعلام المختلفة. ودعني أضعك بصورة الموضوع حتى نفهم في النهاية ما الذي قاله خبراء المناهج عندنا في مركز المناهج والذين وضعوا المنهاج، وما الذي خلصت إليه اللجنتين. طبعا. الأولى يا سيدي بقول يعني في الحديث الذي استمعنا له للدكتور عبدالله الجراح رئيس لجنة الرياضيات، أن الإطار العام للمناهج الذي تم وضعه في المركز الوطني للمناهج كان يتعلق ب 13 صف من التمهيدي وغاية الثانوي العامة. وأما الدكتور عبدالله الخطايب رئيس لجنة العلوم فيقول أن الإطار العام للمناهج وضع ل 14 صف كيجي 1 وكيجي 2 وللأول للتوجيه، يعني 14 صف نتحدث. وإجا الاثنين كلا الدكتورين الكريمين الأخوين المحترمين قالوا إنه إحنا بناء على النتاجات أصدرنا كتاب الصف الأول للعلوم والرياضيات. خلينا أرجع أنا أراجع معاك، هم بقولوا إنه بناء على الإطار العام. هذا الكتاب منسجم مع الإطار العام الموضوع من المركز، والإطار العام يعتبر نوعي وذا جودة عالية جدا على مستوى العالم العربي. يعني الدكتور عبد الله بيأكد انه كتاب الرياضيات هو للصف الاول فعليا، لكن الاطار العام بيقول انه في هناك صف قبل الصف الاول اللي هو التمهيدي، وبيقول انه هذا الكتاب الزامي، في كتاب الزامي للصف الاول التمهيدي يؤخذ قبل الصف الاول. يعني في اعتراف رسمي وصريح ودقيق ان هذا الكتاب الذي يدرس حاليا للصف الاول انما يدرس على اساس انه هو المرحله الثانيه بعد الكتاب التمهيدي. جميل. اما الدكتور عبد الله الخطايبي الذي اكد ان هناك 14 صف وأن الكتاب الموضوع هو للصف الأول ويسبقه صفين، هذا يعني أنه هذا الكتاب هو للمرحلة الثالثة، يعني بتحدث عن كتاب الطالب الأول اللي عم بياخذه عنا كان يجب أن يكون دارس قبلي سنتين عشان يفهمه، والرياضيات كان لازم يكون دارس سنة عشان يفهمه. وبالتالي هذا اعتراف من اللجنة، يعني اعتراف من اللجنة، هذا اعتراف الذين وضعوا المنهاج بأنفسهم. جميل. تيجي اللجان اللي درست بتقول انه يكتنف الكتب بعض الخلل والاخطاء وانه هناك استدراك للموضوع وسيتم حذف بعض المواد وسيتم تعويضها بطريقة او باخرى. انا بدي اسأل سؤال، مادام انتم حاطين اطار عام للمناهج ومادام هذا الاطار العام ثابت فيه ان هناك صف تمهيدي، لماذا لم يؤجل طرح الكتاب الذي تم إنزاله هذه السنة وبدأنا السنة القادمة بكتاب الأول بكتاب التمهيدي ثم أنزلنا كتاب الصف الأول بعده بسنة؟
يعني احنا ما بزبط معنا حلول ترقيعية، لانه احنا عنا اطار عام استراتيجي ودرس الامور على مدار من بداية الدراسة الى نهايتها، سواء 13 مرحلة او 14 مرحلة. الان نصير احنا نرجع ونقيم درس من هون ونبدل واحذف، وها مش رح يزبط يعني. نعم. واضح صحيح. هو كلامهم كان دقيق جدا، انه الاطار العام واضح ودقيق، وانه احنا وضعنا كتاب والكتاب الصف الاول هو متوائم مع الاطار العام، لكن هم باعترافهم الدقيق والصريح والواضح والمعلن انه في بالنسبه للرياضيات في صف سابق للاول لهذا الكتاب التمهيدي وهو الزامي، وللعلوم في صفين الزاميات سابقات لهذا الكتاب. على هذا الاساس اللي حكيناه بالاول وفي التقرير لما استقرأناه في البدايه الكلام اللي حكيته، انه فعلا هو الكتاب اصعب بكثير من مستوى الصف الاول حالي، وان هناك معرفه سابقه يجب ان يبنى عليها. يعني صار في تاكيد عفوا استاذ هدى عشان هاي نوضحها، تاكيد على اللي انت بتتفضلي فيه من زمان، انه هذه المناهج غير مناسبه للفئه العمريه. لما خاصه انه يكون الصف الاول هو يعني اللي هو في معظم محافظات المملكه بيكون اول مره، الا اللي بيدرس عنده قدرة على تدريس ابنه أو بنته. تمام. في الكي جي 1 كي جي 2 روضات. تمام. تفضل. إلا أنهم وقعوا في مغالطة كبيرة جدا في الحديث عن الصفحة الأولى في الرياضيات. شو قالوا الخبراء؟ بيقولوا الصفحة الأولى في الرياضيات هي من 1 إلى 100، وأنه هذه الصفحة بالأساس هي مش بس للطالب، هي كمان للمعلم. شو مطلوب من المعلم فيها؟ أن يجزئها من 0 إلى 9 أو إلى 10، ثم من 10 إلى 20، ثم بعد 20 تصبح الأمور سهلة لأنها تصبح تكرارية، وهذه للمعلم عشان يعرف كيف يقسمها. ومن قال لك ما تقسمها أنت في كتابك السؤال؟ ليش أنت ما قسمتها؟ لأني أنا كمعلم ما بدي أقسمها، ربما أنا مش معلمة في المفرق بتتوه تعمل من 1 إلى 5 وتدرسها، بعدين هذيك من 6 إلى 10، والأخرى بدها تقسمها بطريقة مختلفة. السؤال لما بقول لك إنه تركنا للمعلم أن يخترع، ترى المعلمين اخترعوا اختراعات ما أنزل الله بها من سلطان في هذه الصفحة الرياضية. بعدين أنت بتدرس صف أول مش ماستر، يعني إنه ما يكونش المنهاج هو الأساس، الصف الأول بده يبدأ، ولما يدرس والأهل يدرسوا راح يكون المرجع الوحيد هو الكتاب، فهم شو بعرفهم شو خطة المعلم بالنسبة لي ما هو موجود في كتاب أولياء الأمور. يعني تخيل الصفحة الأولى من 1 إلى 100 ورجع على أمه على البيت هذا الطالب وقالها، والأم تفتح الصفحة هاي، الأم يمكن اليوم تشد حيلها وتعطي الطالب من 1 إلى 10 مرة واحدة في أول يوم، لأنه قدامها صفحة أولى وتعرف حالها أنها يمكن لازم تخلص هاي الصفحة مع ابنها خلال 4 أيام. المعلم اللي بفهم بهذا المنهاج بقول لك 4 أسابيع للي ما درسش روضة لازم أدرسه 4 أسابيع عشان يفهم من 1 إلى 100، وفي معلم آخر بقول لك لا يكفي 3 أسابيع. أنت إيش بتعمل في هذا المنهاج؟ هاي الأولى، هاي المغالطة الأولى. المغالطة الثانية اللي ما جابوا سيرتها ولا حكوا فيها، انك انت في الرياضيات بتكتب في انها رقم عربي وبتقرأ 1 و2 و3 وبتقرأ وبتكتب من الشمال لليمين، بتروح على الانجليزي تكتب 1 2 3 وبتكتب من الشمال لليمين، بتروح على التربية الاسلامية واللغة العربية بتقرأ الارقام اللي فيها اللي هي رسم الهندي، انت مش عارف شو تقرأ، شو هذا الرقم؟ لاني انا لسه ما تعلمت، انا اجيت من روضة ما اخذت هاي الارقام. هذه ما حدا حكى فيها ولا سولف فيها. طبعا سوى الخلل الثاني اللي هي الترجمة اللي كانت تعتبر من أرد أنواع الترجمة، اللي بعض الصفوف لحد الآن بعض المعلمين بيعطي إشارات بقول إلى حد الآن رصد بطريقة سريعة جدا ما يزيد بأخطاء مختلفة، يمكن خطأ في الصورة، في المواءمة، في مقابل في العمود مقابل عمود، في اللغوي تقريبا أكثر من 240 خطأ لحد الآن في الكتاب. 240 خطأ. السؤال إذا إحنا بنتحدث عن باعترافكم إنه هذول الصفوف يجب أن الكتب يجب أن تدرس قبلها كتاب، كل منهم على الأقل اعترفتوا في الرياضيات في كتاب وفي العلوم في كتابين قبل هذا الكتاب اللي هو الصف الأول، هذا الاعتراف الأول. الاعتراف الثاني إنه في أخطاء كثيرة جدا. الاعتراف الثالث إنه بما إنه إحنا السنة القادمة احتمال نكون إن تمهيدي إلزامي، وأنا أشك في ذلك. ليش بشك في ذلك؟ لأنه إحنا وزارة التربية والتعليم لم تغطي المملكة في التمهيدي لغاية الآن، ما غطى
مدارسنا غير مغطاة وغير مهيئة، وما فيش عنا تمهيدي يغطي يعني البنية التحتية. احنا صفوف بدون تمهيدي مش كافي، فكيف مع تمهيدي يعني بنضيف صف كامل؟ ما في عنا. انت بتحكي لي قاعد بدك تستقبل 200 ألف طالب السنة القادمة إلزامي في التمهيدي، بتقول لي إلزامي؟ طب يا سيدي لما تكونوا مفكرين في هذه الطريقة السنة القادمة يكون في تمهيدي إلزامي؟ كمان مرة بعيد، لماذا لم يؤخر إصدار الكتاب الأول للتمهيدي السنة القادمة والصف الأول بعديه؟ وابدأ درج معاي. أما تقفزي على الصف الأول وتعمل هذه الفجوة عند الطلاب، يعني أنا لحد الآن كمان برضو بسأل الـ 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 الأخطاء التي ذكرت في الكتاب نفسه، الكثافة في الزخم في المادة الواحدة، يعني صفحة بتلاقي لك فيها الصفحة الأولى قال في الرياضيات فيها 100 رقم جديد، 100 معلومة جديدة، الصفحة اللي بعديها فيها قفز في العد، الصفحة اللي بعديها فيها تقريب، الصفحة اللي بعديها فيها كسور، كل صفحة تحتوي على مجموعة مفاهيم جديدة. كما قلت تماما إنها هي بحاجة إلى صف كامل قبل حتى تفسرها. وبنرجع بالأخير، كان الحل عندكم تحذفوا بعض الموضوعات ويستبدل بعض الموضوعات الأخرى. يعني إيش هذا النظام من التركيع؟ بنقول الكتاب 2018 موجود في المدارس، موجود في المخازن، موجود في المديرية. يعني إحنا مش طالبين يستوردوا إشي، إحنا بنحكي عن ما بس مخازنهم. لا بدك تطبع، لا بدك تطبع ولا بدك تترجم ولا بدك تعمل إشي، بدك تستعين بالكتاب الموجود وتحطه أمام الطالب والدرس، وترحم هذول الأهالي وترحم هذول الطلاب وترحم المعلمين، لأنه الطلاب اللي قاعدين بتعلموا 200 ألف طالب مش حاكل تجارب لهالدرجة إنك تقنعني إنه المعلم يستطيع أن يحل المعضلة. بيستطيع يحل المعلم المعضلة لأي مشكلة بس للصفحة الأولى؟ طب ما هي كل الصفحات اللي بعديها تعتبر مشاكل، لأنها يجب أن يكون في قبلها في لكل صفحة منها تعلم قبلي. صح صح. أنا بدي أشكرك أستاذ هدى، وإحنا رح نظل متابعين معك أول بأول، ويعني جهود حقيقة مباركة. صح، فيش دورة عادية للبرلمان، صح مش سامعين بكثير أعضاء من البرلمان، ولكن هدى العتوم نسمع فيها كل يوم لأنها في قلب هذا الملف وإدارته ومتابعته. شكرا جزيلا لك يا أستاذ هدى العتوم، سعادة النائب في البرلمان والتربوية بالنهاية، التي يعني تتابع موضوع المناهج، وكل المعلومات هاي عرفناها عن طريق متابعتها وعن طريق تحليلها. 240 خطأ في المناهج، تخيل، يعني واضح أنه في أوردر أنه أنت بدك تأخذ هذا المنهاج، كيف ليش ما بعرف. المفارقة قبل فترة زعلوا على الإضراب، أول يوم إيه والله يوم بدون دراسة، يعني وكأنه كارثة، يومين بدون دراسة، ثلاث أربعة أسبوع أسبوعين كانوا يعملوا، يعني الآن إحنا بدهم يعملوا سنة كاملة عبارة عن حقل تجارب. طب أنا قبل ما أخلي الطلاب أجرب عليهم بدرس المناهج، يعني تخيلوا الحكومة تدين نفسها بنفسها، بوزارة التربية والتعليم تقول إحنا شكلنا لجان لإيش مراقبة ومراجعة المناهج، دليل أنتوا مش فاهمين شو هي المناهج، ودليل كلها مراقبينها ولا متابعينها. والآن بعد بداية العام الدراسي بلشتوا تشتغلوا هذا الشغل، هذا الشغل كان لازم من الأول، ولما أول يوم دراسي بدأ كان المفروض تكون أمور جاهزة ومدروسة ومعروفة وواضحة، وفيش 240 خطأ، والمواد اللي لازم حذفها تم حذ، ولكن ليش الترقيع؟ ليش الترقيع؟ أنت عندك منهاج جاهز بتجيبه، وأصلا المبدأ أنه أنا بس بغير من الأول والرابع، طب والثاني والثالث؟ يعني شو وضعهم؟ كيف بدي أضمن أنا الانتقال الطالب من الأول حتى يصل إلى الرابع وأنا مش عارف شو هو الثاني والثالث إذا هم مش وحدة واحدة؟ وهي لعبتنا الصغيرة، المناهج لعبتنا الصغيرة اللي إحنا أصبحنا الآن نستورد وكوبو بيست. الله يتسامح لي كان السبب. وقفة قصيرة ثم ملف جديد.